بعد نزوح داما لمدة حوالي 3 سنوات عاد أهل العيس إلى بلدتهم. وقد تعرضت البلدة لكثير من القصف من النظام والروس، مما أدى إلى تراكم الأتربة والنقاض في الشوارع، مما يعيق حركة الأهالي في هذه البلدة. لذلك أطلق المجلس المحلي حملة خليها أجمل بالتعاون مع الدفاع المدني لإزالة الأنقاض من الطرقات وتنظيف مداخل القرية والساحات العامة في هذه البلدة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أهالي بلدة العيس عدنا من نزوح دام 3 سنوات، وهذه العودة كانت بحياة صعبة، طرق مقطعة بسبب القصف والدمار والركام المتراكم في الطرقات التي قطع أكثرها. فقام المجلس المحلي بالتعاون مع الدفاع المدني بإطلاق حملة خليها أجمل، وبارك الله فيكم وشكرا لكم ولجهودكم. نحن الدفاع المدني بريف حلب الجنوبي قمنا بحملة خليها أجمل في بلدة العيس بعد رجوع النازحين وأهل السكان إليها، ونحن نقوم الآن في تنظيف شوارع العيس وبلدة العيس بالكامل.